رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بعيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تنفيذه واتخاذه من إجراءات لوضع خطة تحقق ما أمر به سموه بشأن تعديل نظام إدارة الأدوية ومخزونها في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية. وقد عرض كل من معالي وزير المالية وسعادة وزيرة الصحة هذه الخطة التي ستنفذ على مرحلتين قصيرة ومتوسطة المدى، ولتنفيذ الخطة قصيرة المدى لاستكمال الاحتياجات من الأدوية بشكل فوري. فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد 15 مليون دينار للشراء المباشر والفوري ل 650 نوعا من الدواء بصفة مستعجلة لتغطية المخزون الدوائي لمدة 4 أشهر، ولتنفيذ الخطة على مداها المتوسط تتم الاستعانة بخبرات متخصصة لإدارة العمليات اللوجستية لشراء وتخزين وتوزيع الأدوية وفق أفضل الممارسات لتحسين إدارة المخزون. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المعالجة ثلاثيا وحفظها من الهدر وضمان حسن استغلالها. وقد تدارس المجلس عددا من الأفكار والبدائل لاستخدامها في توسيع قاعدة التشجير والتخضير والزراعة وبخاصة في المناطق الجنوبية والنائية ولمكافحة التصحر، بما في ذلك دراسة إنشاء شبكة وطنية لنقل المياه المعالجة. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً، تابع مجلس الوزراء المشاريع التي تنفذ وتلك الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني من خلال 69 مناقصة قيد التنفيذ بقيمة 138 مليون دينار و37 مناقصة أرسيت بقيمة 50 مليون دينار، إلى جانب 24 مناقصة طرحت بقيمة 32 مليون دينار، ومن أهمها تنفيذ المرحلة الأولى من دفان شارع المحرق الدائري الذي يربط بين ديار المحرق والبسيتين بقيمة 7 ملايين دينار، وتطوير طرق حالة بماهر بحوالي 1.5 مليون دينار، وإنشاء مراكز العناية للإقامة الطويلة التابع لوزارة الصحة في المحرق بكلفة 11.5 مليون دينار، وتطوير الطرق بقرية السنابس بكلفة حوالي 3 ملايين دينار، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص المناقصات التي أرسيت وطرحت خلال الربع الثاني من العام 2018. ثانياً، وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا، الأولى للتعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، والهادفة إلى توثيق التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله التزاماً بالمواثيق الدولية وتحقيقاً للمصلحة المشتركة، والثانية بين مجلس التعليم العالي بالبحرين ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية للتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي لتطوير الروابط الأكاديمية بينهما، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها على معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثالثاً، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون القروية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، ممثلة بمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الجانبين في مجال العلوم البحرية ورصد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتلوث استناداً إلى المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وذلك وفق التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. رابعاً، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما، الأول بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والثاني بخصوص تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم برقم 15 لسنة 1976 والمعدان في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب.